Hello, dear students, this is our session of the chemistry and we will uh, starting a new chapter with chemical analysis. This is important chapter about uh, the chemistry. Uh, We're talking about chemical analysis, uh, chemical analysis. important branch of chemistry um, فرع مهم جدا وpart uh, احنا بنتكلم على التفاصيل بتاعته play an important role in chemistry science progress and the development of the different scientific fields. هنشوف إيه الحاجات الفيلدز اللي بيشتغل عليها الكيميكال analysis فهي الميديكال فيلد البارت بتاعي جوه الميديكال فيلد هي ال estimating the amount of effective, effective substances which is called affected ان ميديسن حاجات مهمه جدا في الطب زي الاستيميتنج بتاع الجلوكوز او الالبومين او اليوريا او الكسترول ان ذا بلاد او البارتس بتاعه الديسيسز ان ذا يورينز بيبقى بالنسبه لنا لما بنستخدم الكيميكال اناليسيس بيبقى في ايزر فور ذا دكتور to be accurate to diagnosis and treatment the different diseases. تعال نشوف in the agriculture field فال ال properties بتاعت ال soil regarding the acidity وال basic وال percentage of the element اللي موجودة و treatment إن إحنا نحط uh, آه يعني appreciated fertilizers أسمدة مناسبة بالنسبة quality بتاعت ال crops في الاندستري احنا ممكن نستخدم الكيميكال عندي اناليسيس جوه الاندستري في الديترميشن بتاعه الاورس والاندستريال برودكت كمان في الستاندر سبيسيفيك عندي اللي هي الكواليتي كنترول دول البارتس اللي احنا بنتكلم عليهم جوه جوه الجزء بتاعه الكيمستري ودولا من الحاجات المهمة اللي احنا بنشوفها في استخدامات الكيمستري بتاعتنا دول يعني الحاجات الأساسية عندنا في الانفيرومنت وده برضو جزء مهم جدا احنا بنتكلم عليه فهو يعني البارت بتاعي بتاعت الـ يعني الميجرينج الهارمفول الحاجات اللي هي البارتس دي الـ الجزء بتاعت البليوتنس مثلا جوه الووتر والفود والميجرينج البروبرتس اوف ذا كاربون مونوكسيد والسلفر ديوكسيد والنيتروجين اوكسيد جاز ان ذا اير تعالوا نشوف مع بعض الـ kinds of the chemical analysis ايه الـ kinds بتاعت الـ chemical analysis اللي احنا هنشوف يعني يعني الأجزاء بتاعتها اللي نقدر ان احنا نستفيد منها يعني فهي عندي الجزء بتاع الكوانتيتيف والqualitative chemical analysis فدول الإليمنت اللي بيعملوا عندي identify بيتعرفوا على الانون كونسيوشن substances يعني مثلا نعرف pure substances فبتاعة الإليمنت أو simple solid المكتشر of several substances with uh, quantitative analysis يعني نعرف ال proportion بتاعت كل initial element جوه substances بتاعتنا. Practically ال qualitative analysis عندنا لازم should be performed first to identify the component بتاع substances عشان يبقى order to able ان احنا choose ال approachative qualitative method الطريقة المناسبة اللي احنا نعمل بيها ال analysis. تعالوا نبدأ الأول البارت بتاعت اللي هي الجزء بتاعي بتاعت اللي هي pure substances دولة possible to identify it by physical properties زي melting بوينت أو boiling بوينت او المولر ماس بتاعتهم الميكس دول الكومبوننت اللي هم شوت بي سبريتد بقى نفصلهم فيرست انتو بيور سبستانسز زي السبستانسز اللي هي الانفيدوال بعد كده الايدنتيفاي باي يوزنج ذا ريجنت عندي اللي بنستخدم فيها ريجنت اللي هو المطلوب ان احنا نشتغل عليه دول البارتس الأساسيين اللي احنا بنشوفهم عندنا والكولاتيف أناليسس اللي احنا بنشتغل عليها can be defined عندي series of suitable chosen chemical reaction هنعمل chemical reaction عندنا بيرفورم to detect the kind of the main component of a substance بتستخدم التشينجينج changing اللي هي بتحصل during الكيميكال chemical الاناليسيس بتاع الاورجانيك اللي هي نعمل عندي البارت بتاعي انفولف ديتكشن اليمنتس اند الفانكشن جروب كومبوزنج ذا لكن دول بتاع الايونز عندي اللي هي الان او عندي انكلود بتاع الايونز او الاسيدك ريديكلز او الكاتيونز بتاع البيزك راديكال. دول الحاجات اللي احنا بنشتغل على اهم حاجه في الكواليتاتيف اناليسز عندنا تعالوا نشوف الديتكشن بتاعه الايونز الاسيديك ريديكلز عندنا ان اورجانيك كومباوندز عندنا فاحنا هنشتغل على البارتس بتاعتنا الاساسيه ونبدا ان احنا نقول ان احنا نشتغل على diluted هيدروكلوريك اسيد مع الكربونات والبيكربونات والسلفيت السلفيد او السلفايد والسيوسلفيت والنايتريك بعد كده الثانيه الايونز بتاعه البارت بتاعتنا اللي هي الكلورايد والبرومايد والايودايد والنايتريت بعد كده الايونز بتاعت الباريوم كلورايد عندي اللي هي الفوسفيت عندي والسلفيت تعالوا نشوف بقى الجروبس بتاعت كل واحدة منهم علشان نستخدم الرياكشن بتاعتنا نشوف كل واحدة هتعمل ايه في الرياكشنز بتاعنا تعالوا نشوف البارت بتاعي على كل جروب منهم مع دليوتد أسد اسيد ونبدا آه نشتغل آه اول حاجه المين بيزك بتاع الديتكشن بتاعنا الهيدروكلوريك اسيد ده مور ستيبل اكثر آه الاسيدز ستيبل لانه الجروب ايونز عندي بنقدر نعمل رياكت مع الأيونس دي بنعمل ريبليس للحاجات اللي اقل في الاستابيليتي بتاعتها عشان تبقى ايزي ان هو يحصل دي كومبوزيت ليها بتطلع الجازز اللي نقدر نعمل ديتكت للسيوتبل ريجنت اللي بنشتغل عليه فقال لي gentle heating is preferred ده بالنسبة لي uh, in reaction detection of the ions of diluted hydrochloric acid أقول له لأنه هاي بتي... to involve the produces gases أو to be easy detect تعالوا نشوف بقى الرياكشن بتاعة ال-solid acid مع the diluted hydrochloric acid فده ال-carbonate ions وال ions فال carbonate عندي ده بيطلع effervescence بتاخد عندي طلع carbon dioxide gas is liberated ده نيكليل لاي موتر milky passing through it for a short time لما نجيب الصوديوم كربونات والهيدروكلوريك اسيد هتدينا الصوديوم كلورايت والووتر والكربون ديوكسيد لما نجيب الصوديوم بيكربونات والهيدروكلوريك اسيد هتدينا الصوديوم كلوريد والووتر والكربون ديوكسيد تعال نشوف كده الرياكشن ده لما هنجيب اللايم موتر بتاعتنا ترنينج كلير لايم موتر ميلكي اون باسينج عندي الكربون ديوكسيد جاز for a short time يعني لو جبنا الكربون ديكسيد مع الكالسيوم هيدروكسيد اللي هي اللين ووتر هتدينا كالسيوم وكربونيت ووتر ده for a short time يبقى نقول تاني يا أولاد لما جبنا عندي السوليد كربونيت اسيد حصل عندنا ايفر فينسس للكربون ديوكسيد اللي هو بيعمل ترنس لللايم ووتر عندي ميلك باي باسينج ثرو ات فور ا شورت تايم وشفنا ان هي لما عملنا لها باسينج عندك مع الكالسيوم هيدروكسيد طلعت كالسيوم كربونيت ووتر وهنا بيجي السؤال دليوتد هيدروكتورك اسيد از نوت فور differentiating between carbonate and bicarbonate salt لأن each of them react with diluted hydrochloric acid producing carbon dioxide gas turns lime water milky by passing through it for a short time طيب تعال نشوف reaction جديد نشتغل عليه علشان ال part بتاعي يبقى بالنسبة لنا برضو سهل في ال reaction بتاعنا

فلو احنا جبنا بقى المغنيسيوم كربونيت اللي طلع عندنا وحطناه له الهيدروكلوريك أسد زي ما هو واضح كده بالنسبة لنا خلينا نعمل ده هيدينا الووتر وهيدينا الكربون ديوكسيد تمام هم دول الرياكشن بتاعي اهو لما جبت عندي المغنيسيوم كربونيت اللي هو طلع عندنا من هنا اهو أه لما حطيت الصوديوم كربونيت والمغنيسيوم صلفيت فدانا البارت بتاعي بتاعة المغنيسيوم كربونيت اهو ده الجزء عندي ده تمام وإدانا عندي الهيدروكلوريك أسيد فدانا المغنيسيوم كلوريد وأدي الوتر والكربون طيب لما نجيب البيكربونيت سولت صليوشن يعني هيدينا وايت بريسيبتات اوف المغنيسيوم كربونيت وخدوا بالكو كده الاتنين زي بعض فالصوديوم بيكربونيت مع المغنيسيوم سلفيت ادينا الصوديوم سلفيت والمغنيسيوم بيكربونات ده المغنيسيوم بيكربونات اهو مدينا وايت بريسبتيت ودينا ووتر ودينا كربون ديوكسيد الله امال احنا هنفرق ما بينهم ازاي عندي اول الكربونات صوت عندي ار ان ذا ووتر الطيب بتاعي كلهم صولت ان ذا ووتر الـ الـ الطيب بتاعي all carbonate, salt of the metals عندي are soluble in acid تمام والبارت التاني اللي هو soluble in acid وinsoluble in the water except طبعا الصوديوم carbonate والتايب بتاعي بتاعت البارتس بتاعتي اللي هي الصوديوم كربونات والبوتاسيوم كربونات والبارت اللي هو اه او التايبس اللي احنا بنشتغل عليها ونقدر ان احنا اه نشتغل على ال اه على كل بارت منهم اه زي ما احنا هنشوف دلوقتي المغنيسيوم كربونات اه والتايب بتاعت كل واحده بتشتغل ازاي ونقدر ان احنا نشتغل على كل بارت لوحده المغنيسيوم كربونات والزنك كربونات والايرون كربونيت عندي والصوديوم كربونات تعالوا نشوف بقى السلفيت عندي فالتايب بتاعه السلفر ديوكسيد جاز ايفولفت ده بيدينا عندي فيري ريتنج سمل اللي هي الصوديوم سلفيت والهيدروكلوريك اسيد فهي بتدينا ال NaCl وال H2O والسلفر ديوكسيد الديليوتد هيدروكلوريك اسيد عندنا اللي هي الهيدروجين عندي آه سلفيت جاز ايفولفس وتشهد هاد آه عندي التايب آه بتاعي بات اوتر آه دول دول البارت بتاعي اللي هي الصوديوم سلفيد والهيدروكلوريك اسيد مدينا الصوديوم كلوريد والهيدروجين سلفيد دول كل الرياكشن اللي تقريبا احنا يعني بنشتغل عليهم او بنشوفهم جوه الرياكشنات بتاعتنا يعني تعالوا نشوف كل رياكشن عندي هيطلع ايه ادي احنا شفنا دوت تعالوا نشوف الصوليد عندي ال اي 2 اس بلس الاتش سي ده التايب بتاعة الرياكشن مدينا ان اي سي ال صوديوم كلورايد وهيدروجين سلفيت عندنا سوليد سايو سلفيت دول السلفر ديوكسيد جاز ايفولفس ويطلع عندي يلو بريسبتيتد اس فورميت بيزالتينج عندي بتطلع عندي من الايه من الفورميشن بتاع الكلويد سلفر <تضح> ودول اللي احنا بنشتغل على البارت بتاعت كل واحدة منهم ده استي سبند ونقدر ان احنا نشوف الرياكشن بتاعتها تعالوا نشوف كده ان اكسشور للبيبر الويتد ويز بوتاسيوم عندي ديكرومات اسيديفايد ويز ديكونسنتريتد صلفيريك اسيد البيبر هيبقى لونها جرين لان هيحصل عندي فورميشن للكرومين سلفيت اللي هو الجرين الطيب بتاعت البوتاسيوم ديكروميت مع سلفر ديوكسيد مع الكونيك سلفريك اسيد مدينا البوتاسيوم سلفيت والكرومين سلفيت والوتر. طيب لو احنا جبنا البارت بتاعت كل حاجه منهم اه تعالوا نشوف مثلا لما نجيب بيبر ويتد ويز ليد عندي اسيتيت تيرنست انتو بلاك due to formation بتاع ال lead sulfide which is black <hesitation> uh, H2 gas turns the paper weighted with lead عندي acetated into black دولا و دولا عندي بالنسبالي اللي هي CH3COO Power 2BB plus الh H2S uh, sulfate عندي مدينه ال parts بتاعي اللي هي الأسيتيك أسيد acid و uh, عندي بقي الصوديوم CO sulfate مع الهيدروكلوريك أسيد مدينا اللي هي ال NaCl ومدينا البوتر ومدينا السلفردي اوكسايد والسلفر تعال آه... نشوف بقى اللي هي الكيميكال اناليسس للسيلفر نايتريت سوليوشن دا هوت برسيبيت باي سلفر سلفايد از فورمد ترنت انتو بلاك بتتحول بلاك باي هيتيك السلفيد سولت سوليوشن ده البلاك بي بي تي of sulfur sulfide is formed ولما نحط iodine solution لsulfate salt solution هتكون لنا brown color وبتاع iodine solution disappears due to the formation of sodium عندي iodide solution is colorless. تعالوا نشوف بقى nitrate ions عندنا آه الطايب بتاعت آه كل واحدة منهم شغاله ازاي؟ علشان نقدر إن احنا نشوف برضو الـ الـ particles بتاعتنا هتشتغل ازاي. اللي هي الـ colorless nitric oxide gas evolves عندي which is turned at the mouth of the reaction, results on the reddish brown color لأن بيتكون عندي combination مع الأكسجين هيدينا الـ nitrogen dioxide gas هو ده الـ sodium nitric أسيد acid وده الـ sodium chloride والـ acid. النيتروس اسيد عندي مع النيتريك اسيد والووتر بلس النيتريك ديوكسيد والنيتريك اوكسيد عندي مع الاكسجين هيدينا نيتروجين ديوكسيد هنحط البوتاسيوم برمنجانيت سوليوشن اسيديفايد ويس كونسنتريتد سلفريك اسيد فهيدينا ال violet color of the permanganetic solution disappear لأن هيحصل reaction مع البوتاسيوم potassium permanganate solution عندي هيطلع ال type بتاعي اللي هو المكتشر mixture of the colorless solution يعني احنا جايبين اهو صوديوم نيتريت NaNO2 حطيناهم على ال permanganate ال potassium permanganate KMNO4 مع, مع السلفيريك اسيد ادينا الصوديوم نيتريت والبوتاسيوم سلفيت والمنجنيز سلفيت وادينا ال water.

أسيديفيد مع إلكونك hydrochloric acid into green. الصلفيت ده الـ H2 gas evolves عندها bad odor. ده أنا سلبية بـ آلـت، أساتد إنتو بلاك. الصلصالفيت ده الـ gas evolves as yellow precipitate of the suspended or sulfuric sulfur appears. بعد كده النيتريت عندي ده الجاز ايفولفس تيرنس انتو ريدش براون اوف ذا ماوس اوف ذا تيوب أه... نشوف بقى البارت بتاعت ال احنا شوفنا كل solution وشوفنا ال بتاعته والألوان بتاعته في كل واحدة هنشوف التاني اللي هو ال concentrated sulfuric مع الجروب بتاع الأينس اللي هو الكلورايد والبرومايد والأيودايد والنيتريت المين بيزيك عندنا أن السلفريك أسد is more stable than acid uh, from which the group ions are uh, driven يعني يقدر يعمل replace الأقل منه في النشاط بتاعه فالطيب بتاعي بنجيب له suitable region فالرياكشن بتاع الـ detection بتاع الـ ions of the concentrated sulfuric acid of uh, the group عندي الطيب بتاعي uh, the uh, separated uh, الطيب بتاعي سبريتت عندي ذا بريديوس نقدر ان هو يحصل له سبريتت عندي او يتفصل بالبريديوس جاز ويتش اللي هما ليس stable عندي تو بي عشان تبقى بيديتكت. عشان هنشوف بقى الكلورايد ايونز والبرومايد ايون والايودايد ايون السوليد عندي كلورايد سولت عندي الصوديوم كلورايد مع السلفوريك اسيد هيدينا صوديوم سلفيت وهيدروجين كلورايد الكالر ليست بتاعه الهيدروجين برومايد جاز فدول الصوديوم برومايد والسلفوريك اسيد دولا الصوديوم سلفيت ودول الهيدروجين برومايد الكالر ليست هيدروجين ايودايد جاز هتدينا البوتاسيوم ايودايد والسلفريك اسيد ومديانة البوتاسيوم سلفيت والهيدروجين اوكسايد تعال نشوف بقى كل تجربه حصل منها ايه الهيدروجين كلورايد جاز ده ادانا وايت فيومس Of, يعني of the ammonium chloride يعني ال HCl مع الأمونيوم ادانا white fumes of the ammonium chloride عندي اللي هو ال NH4Cl. ال part بتاع ال hydrogen bromide gas oxidized by sulfuric acid عندي ودينا orange اه اه عندي red fumes مع ال bromide عندي separated turning a vapor with, with starch into yellow. فمدينا ال HBr مع ال sulfuric acid هيدينا ال water وال sulfuric dioxide وال bromide. A part of hydrogen iodide gas is oxidized by sulfuric acid and the violet fumes of the iodide will be separated after heating, turning a paper wet with starch into blue. The hydrogen iodide, the sulfuric acid, the water with sulfur dioxide iodide. تعالوا نشوف بقى اللي هي السلفر نايتريت سوليوشن كل واحده منهم هتدينا ايه

فده اهو السلفر صوديوم كلورايد مع السلفر نايتريت مدينا الصوديوم نيتريد والسلفر كلورايد لما شوفنا بقى البرومايد ده السلفر نايتريت مع الصوديوم نايتريت مع السلفر برومايد وده الصوديوم ايودايد مع السلفر نايتريت مدينا الصوديوم نايتريت والسلفر ايودايد How can you differentiate it between silver halides, silver chloride, uh, silver bromide by using concentrated ammonium solution by addition of concentrated ammonium silver anti into silver halides, silver chloride dissolve لكن silver bromide but slowly لكن silver iodide is unsellable in ammonium solution مش هيدو تعال نشوف اللي هي الطيب بتاعي ال part بتاعي Uh, هنجيب بريدش براون uh, لما نجيب السوليد عندي هيطلع لنا نيتروجين ديوكسيد ايفولفز يو2 ذا كومبوزيشن اوف ذا فورمات نيتريك اسيد الصوديوم نايترايت والسلفريك اسيد مدينا صوديوم سلفيت ونيتريك اسيد هيدينا نيتريك اسيد والووتر والنيتروجين ديوكسيد والاكسجين فالنيتروجين ديوكسيد ذا ريدش براون عندي فيبرز البرديوسد فروم هيتينج بتاع رياكشن بتاع الميكتشر هيبقى عندي become denser by adding a small amount of copper fillings لان هيعمل reaction ما بين الكبر والconcentrated nitric acid هيطلع لنا more in auto gas يبقى الكبر عندي مع nitric acid هيدينا copper nitrate والwater ونيتروجين dioxide البراون رينج تيست دي تجربه مهمه ده عباره عن ادنج دروبس من الكونسنتريتد سلفيريك اسيد كيرفولي للانر سيرفس بتاع تيوب كونتيننج بقى النيتريت سولت سوليوشن وريشلي بريبيرد ايرون عندي سلفيت سوليوشن هيدينا البراون رينجز بتاعتنا ده ريموفد باي شيكينج اور هيتينج فالصوديوم نايتريت والايرون سلفيت مع السلفريك اسيد هيدينا عندي الايرون سلفيت والصوديوم سلفيت والووتر والنيتريك اسيد آه دولا الايرون سلفيت وده النيترين هيدينا البراون رينج عندي كومباوند فدول ملخص بحق اللي احنا قلناهم آه دول الكارلس بتاع ال HCL دول البارتس بتاعتهم زي ما احنا شفناهم كده كل بارت منهم معموله ازاي تعالوا نشوف كل واحده من الحاجات بتاعتنا الباريوم كلوريد سوليوشن جروب من الايونز عندي الفوسفيت والسلفيت عندي هنجيب التو اينز من الجروب نايزر رياكتس ويز ديلوزد هيدروكلوريك اسيد او الكونسنتريتد سالفريك اسيد والثانيه سولت سوليوشن عندي دول هيطلعوا البريسبتيتد من الباريوم كلورايد فبيقول لي السلفيت سولت كانت بي ديتكتد باي يوزنج ديلوتد سالفريك اسيد ليه لان الهيدروكلوريك اسيد ليس ستيبل زين السالفريك اسيد عشان كده كانت ريبليس ات زي ما احنا بنشوف كده جبنا الوايت بريسيبتيتد من الباريوم فوسفيت عندي دي سولف ان ديليوتد سلفريك اسيد فادانا عندي الصوديوم كلوريد وادانا الباريوم فوسفيت لما جبنا السلفيت سولت سوليوشن عندي ادانا وايت بريسيبتيتد من الباريوم سلفيت اتكونت مع الباريوم كلوريد فادانا الصوديوم كلوريد والباريوم ايه السالفر نايترات سوليوشن ودي اخر حاجه ادانا يلوش جيلو بريسيبتيتد او اوف سلفر is formed Dissolve دي سولف ان ايه ان امونيوم سوليوشن هو ده جايبين الصوديوم فوسفيت والسلفر نيتريت. ادانا الصوديوم نايتريت والسلفر فوسفيت بعد كده السلفر سولت سوليوشن وايت من الليد سلفيت اس فورمت فمدينا الصوديوم سلفيت ومدينا الليد اسيتيتد والصوديوم اسيتيتد والليد اي سلفيت هنا كده خلصنا السيشن بتاعنا والشابتر إن شاء الله السيشن الجاي هنكمل على البارت بتاعة الكيميكال uh, with new uh, lessons uh, study hard uh, with my best wishes I am Mrs. Reham ayat thanks for you